السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مدارس دار المعارف الخاصة للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. هناخد النهاردة مع بعض تقدير نواتج الجمع والطرح وتقريب الأعداد لأقرب 10 من الفصل الثالث. هناخد النهاردة درس تقدير الكميات أو تقدير نواتج الجمع والطرح. هنا حطيت لي ملحوظة بيقول لي عند تقدير عدد ننظر للقيمة المكانية الأكبر والخانة الأخرى نضع بها صفر. طب يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بيقولي عشان تقدري العدد اللي موجود قدامك ايا كان العدد ده كام هتبصي على الخانة المكانية الاكبر. يعني مثلا احنا عندنا الخانة الاكبر لو عدنا عدد فيه احد وعشرات بس، مين الاكبر، الاحد ولا العشرات؟ برافو، العشرات هي الاكبر. يبقى هنا هنثبت العشرات ونحط مكان الاحاد صفر. طب لو احنا عندنا العدد فيه احاد عشرات ومئات يبقى هنعمل ايه؟ برافو، هنثبت المئات لان هي الخانة المكانية الاكبر وهنحط مكان الاحاد والعشرات هنا صفر وهنا صفر. يبقى كده احنا لما بنيجي نقدر العدد بنبص للقيمة المكانية الاكبر والخانة الاخرى بنضع بها صفر، اي خانة تانية جنبه نحط جنبها مكانها صفر. هنا 43 زائد 37. 43 هنا عشان خاطر نقدرها ونيجي نقول التقدير او ناتج التقديري بتاعنا عشان نقدر 43 يبقى اول حاجة فين القيمة المكانية الاكبر؟ برافو، الاربعة هي القيمة المكانية الاكبر، احاد وعشرات فالعشرات اكبر. طيب يبقى العشرات هنا هنعمل ايه؟ بسرعة هنثبتها، يبقى هنفضل الاربعة عندنا ومكان الاحد هنحط صفر. يبقى هنا 43 بقت 40 زائد 37 هي هنعمل فيها ايه؟ يلا نثبت التلاتة بسرعة، احنا بنقدر النتيجة دلوقتي. يبقى نثبت التلاتة عشان هي القيمة المكانية الأكبر والسبعة نحط مكانها صفر، فالسبعة وتلاتين هتبقى 30. هنا 40 زائد 30 يا ترى بكام؟ صفر زائد صفر بصفر، وأربعة زائد تلاتة الكبير في مخي والصغير على ايدي بسرعة بسبعة، يبقى النتيجة عندي هنا في التقدير 70. هنا بيقول لك قدر ناتج الجمع والطرح، يلا نقدر مع بعض. هنا بيقول لي 32 زائد 54 هتديني كام؟ من غير تفكير يلا هنثبت العشرات عشان هي الكبيرة ونحط مكان الأحاد صفر، يبقى 30 زائد 50. 30 زائد 50 بتديني كام؟ صفر زائد صفر بصفر، و3 زائد 5 برافو بـ8. طيب هنا بقى بيقول لي 72 ناقص 54، طب فرقت الزائد عن الناقص؟ قال لي لا، كده كده التقدير هو هو، بثبت العشرات او بثبت القيمة المكانية الاكبر وبسيب الاحاد بحط مكانها صفر. طب يلا بينا، هنا 70 ناقص كام يا ترى؟ برافو 50. 70 ناقص 50 صفر ناقص صفر هو هو الصفر، و7 ناقص 5 برافو 2، يبقى النتيجة عندي هنا 20. ديت النتيجة الحقيقية للنتيجة بعد التقدير. بيقولي لاحظ أن الناتج التقديري بنعمل إيه فيه؟ قالي بنجمع العشرات مع العشرات. طيب والناتج الفعلي بعمل فيه إيه؟ بنجمع عادي جدا، أحد مع أحد وعشرات مع عشرات. يبقى تاني عشان نقدر النتيجة بجمع العشرات فقط. طب لو الناتج الفعلي بجمع احاد مع احاد وعشرات مع عشرات. هنا بيقولي اوجد الناتج التقديري والناتج الحقيقي. ايه ده، يعني هنجيب هنا اجابتين؟ هنجيب اجابتين، واحده تقديري وواحده حقيقي. قال لي اول سؤال عندنا 68 زائد 31، الناتج التقديري بقى يلا نبتدي نجيبه. هنا 68 برافو، بنحط مكان التمانية صفر والستة بتنزل بنثبتها، يبقى 60 زائد كام؟ برافو زائد 30. طب هتديني كام يا ترى؟ 60 زائد 30 هتديني 6 زائد 3 بـ9 يبقى هتديني 90. طب الناتج الحقيقي هجمع عادي جدا، هنزل ارقامي زي ما هي، ما ده الحقيقي اللي هو انا خلاص دلوقتي انا ما بقدرش ومش بحط حاجه مكانها، انا هنا بنزل ارقامي زي ما هي وبجمع عادي جدا. 8 زائد 1 بـ9 و6 زائد 3 بـ9 يبقى النتيجة عندي هنا 99. تاني سؤال بيقولي 95 ناقص 64، يلا بسرعة أول حاجة هنجيبها الناتج التقديري. خمسة هنحط مكانها صفر والتسعة هنثبتها زي ما هي، يبقى الناتج التقديري أول حاجة هنقوله 90 ناقص 60
صفر ناقص صفر بصفر، وتسعة ناقص ستة بتلاتة، يبقى النتيجة عندي هنا برافو 30. يلا نبتدي بقى نجيب الناتج الحقيقي. هننزل الأرقام زي ما هي، يبقى 95 ناقص 64 هتديني كام؟ 5 ناقص 4 بواحد، وتسعة ناقص ستة بتلاتة، يبقى 31. لو نلاحظ كده هنبص ان مفيش فرق كبير ما بين الناتج التقديري والناتج الحقيقي، يعني هنا الناتج التقديري عندي كان 90 والحقيقي 99، فهو مفيش فرق كبير ما بينهم، بس لازم ابقى عارف الفرق ما بين الناتج التقديري والناتج الحقيقي، وامتى اديله الناتج التقديري واقدر العدد، وامتى اشتغل على الناتج الحقيقي الجمع بتاعنا العادي جدا، احد مع احد وعشرات مع عشرات. هنا هناخد مع بعض درس جديد اسمه التقريب. احنا خدنا الدرس اللي فات كان اسمه التقدير، هنا التقريب لأقرب عشرة. يعني ايه التقريب لأقرب عشرة؟ قال يعني مثلا عندنا ولد عنده 10 خطوات من المدرسة للمنزل، يبقى هو بيمشي 10 خطوات عشان يروح من المدرسة للمنزل، وهو دلوقتي كان في المدرسة وبيقول لي صار الطفل 3 خطوات وتبقى له 7 خطوات، يعني هو من ال10 خطوات دول مشي 3 خطوات بس وتبقى له 7 خطوات عشان يوصل لبيته. طيب يبقى كده هو الطفل أقرب للمدرسة ولا أقرب للبيت؟ طب تيجوا كده نبص، ادي المدرسة اهي وادي المنزل بتاعه اهو، وعنده كم خطوة عشان يوصل؟ اهم 10 خطوات. طيب هو عنده 10 خطوات عشان يوصل، مشي منهم قد ايه زي ما هو ما قال لنا؟ قال لي مشي منهم 3. طب يلا نمشي 3 بسرعة، ادي 1 2 3، يبقى هما دول بس اللي هو مشيهم. طب فاضل له قد ايه لسه هيمشي؟ 7. يبقى كده هو اقرب لمين اكتر؟ اقرب للمدرسة. حتى بص الولد واقف فين، الولد واقف اقرب للمدرسة، بصوا فاضله قد ايه على البيت؟ 7 خطوات، فاضله كتير قوي على البيت، فاضله اكتر من نص الطريق. يبقى هنا لازم ابقى عارفة ان 3 خطوات قالت لي تاكل رقم العدد رقم 3 خلاني ان انا قلت لا هو لسه بعيد قوي عن بيته، هو اقرب للمدرسة، يبقى 3 بترجعني لورا، يبقى هنا الطفل لم يقترب للمنتصف، إذن هو أقرب لنقطة البداية وهي المدرسة. هنا بيقول إن الطفل هو كده ما قربش خلاص للبيت بتاعه، هو لسه قريب من النقطة اللي ابتدى من عندها اللي هي المدرسة. طيب برضو إيه القاعدة بتاعت التقريب؟ قال لي القاعدة بتاعت التقريب من 0 1 2 3 4 ما بيزودونيش حاجة، يبقى 0 1 2 3 4 ناس غيرة يا عيني ما عندهمش فلوس يدوها لي، فهم كلهم مش بيزودوني فبيسيبوني زي ما انا، يبقى هنا 0 1 2 3 4 بيظل رقم العشرات كما هو، لكن عندي هنا 5 6 7 8 9 بيزودوني، يبقى 5 و6 و7 و8 و9 لو انا عندهم بيزودولي رقم العشرات بتاعي. يعني انا لو في احادي 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 هيزودوا عشراتي؟ قال لي لا هتفضلي زي ما انتي صغيرة. طب لو أنا أحادي عندها 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، قال لي أيوة هنزود عليكي 1. وبكده نكون خلصنا مع بعض التقدير والتقريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could be the world, you could be the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.